قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ بتحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود تبذل تقرب الامال، بس لا يكون ملاك حلم وخيال سراب، ترى كثرة الاحلام تخادع الكذاب. فيها حزن الحال فيها الجهود تبذل تقرب الامال، حلم وخيال سراب، ترى كثرة الاحلام تخادع الكذاب. يا ما قالوها كثير الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة، مرات تكون رفيق مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حوانيس. الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة، لعبك حوالي الدنيا، حواليس الدنيا، حواليس الدنيا، حواليس الدنيا، حواليس الدنيا، حواليس. بتوصل عند المكان اللي قلت لك عنه، وبتحصل هناك شخص ينتظرك اسمه روديل، وبتتصل عليها بالرقم. كرة طويلة الأمام، حسن ربيع، كرة تتهيأ، ممكن بدر يلعبها، لكن أيضا الكرة مقطوعة، والتسديد. هو بيجيك وبتتكلم معاه بكل التفاصيل. حبيبي أنت لازم تعرف إن أنا عندي جميع أنواع شغلات، عندي تأجير بالساعة باليوم بعد الدقيقة. يا ركز معي أخي، ركز معي. أنا مركز معاك روديل، أنا مركز، لكن هذيك مشيناها ما يخالف، مو دخل الخدامة في الموضوع. يا ربي أنت تريد تخسرني يا كلمي؟ عساس تجيب شغالة لازم شروط وزارة تنطبق عليك حبيبي، وأنت شروط ما تنطبق عليك، وأنا عندي الخال. أنا بس تو فهم يعني أنتوا باغين تجيبوا الخدامة من غير ما تنطبق عليها شروط الوزارة؟ أوف كورس حبيبي، أوف كورس. عساس أريد أساعدكم. إنزين إيش المطلوب عشان تساعدنا يا أستاذ روديل؟ حبيبي في ناس تنطبق عليهم شروط وزارة بس ما يريدوا خدامات، نحن راح نجيب الخدامات باسمهم وراح نعطيها خالكم. فهمت، يعني هم يجيبوا الخدامة ويعطونا نحن اياها، لكن هم ايش يستفيد؟ حبيبي انت راح تتحمل مصاريف بسيطة، تذكرة، مصاريف اوراق بس حبيبي. والله واجد زين، يعني ماشي واجد يعني. خبيبي بعد راح تدفع 50 إلى 60 ريال شهريا، تعرف هذه مسؤولية حبيبي. مو تقول 60 ريال؟ هو شرح لي كل شيء، يعني نحن ندفع فلوس الخدامة بالكامل وفوق هذا ندفع 60 ريال كل شهر علشان اللي يجيبها. ما مشكلة، 60 ريال كل شهر؟ وليش كل هذه السالفة؟ هم يريدوا يساعدونا لأن عمي ما يحق له يجيب خدامة.
أنا كنت عارفة السالفة من الأول بأن ما أي واحد يقدر يجيب خدامة إلا إذا دخل الواحد يسمح له يجيب خدامة، بس أنا للحين ما فاهمة كيف بيجيبوها. أصلاً بيجيبوها باسم واحد يستحق لكنه ما محتاج، وطبعاً بندفع له 60 ريال كل شهر. والله سالفة جديدة، تأجير خدامة؟ وش هذا الكلام؟ الجماعة يريدوا يساعدونا ونحن نتكلم عليهم كذي؟ اسمعني زين، من باكر أنا بعطيك الفلوس اللي عندي، ونادية بتعطيك شوية، وصالح بيشارك. إن شاء الله. صحيح، أنت ما عندك فلوس؟ المهم تاخذ الفلوس وتخلصني من هالموضوع. ايش هذا معكم؟ صوتكم طالع لبرا. ماشي، بس كنا نتكلم عن موضوع الخدامه. اسمعي انت، خدامه ما خدامه، انتم مصدقين اعمالكم انكم بتجيبوا خدامه بهالسهوله هذه؟ بقى انا بنودعكم شويه لاني ما حتكلم مع بنتي نادي. تعالي حبيبتي، تعالي تعالي. نلعب مع بعض عمي. ليش نلعب مع بعض؟ هاي ما رجال الأعمال هذه. اسمعني زين، أنا ما يهمني زكريا ولا غيره، أنا اللي تهمني فلوسي. نعم فلوسي. خلاص انتظر، استلم وسلمني. مع السلامة. وانا رايي يا صالح انك داخل مشروع قوي وحاس انك بتنجح، فلا تستعجل في بيع الارض. اسمح لي بعدني، ما فهمت منك شيء. حاجه كيف ادخل مشروع ومن هنا ما بيع الارض؟ ما يستوي. انا بفهمك، بترهن الارض وبتاخذ الفلوس حسب التقييم اللي قيم فيه الارض، وتبدا بتمويل مشروعك، ولما مشروعك يبدا ينجح ان شاء الله بترد الفلوس وبتفك الرهن، وبكذاك ظل الأرض أرضك وبتشتغل بفلوس البنك. والله إنك داهية. نعم داهية تراك، لكن لازم يكون مشروعك مضمون. لا 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 لا، من هاي الناحية لا تحاتي ولا تشيل هم، مضمون 1000%. بس تعتقد إن هذا قانوني وما في مشاكل؟ قانوني 100%. هذا شغلتنا وإحنا نفهمها أكثر عن غيرنا. في حالة ارتفاع سعر الأرض بطل الأرض أرضي، ببيع الأرض وبفك الرهن. والله فكرة سيئة، شوف كيف الحمقى. قولها ثور تقول حلبو. انت ما تفهم مساجد. انا ما اعرف مساجد، صار لي نص ساعة احرص عمي ما اعرفه وين صار. والله العظيم بس بروح. خلص سوي تليفون بعدين. اسوي ليش تليفون مرة ومرتين وثلاث؟ عمي صالح؟ ايه تسوي لي المهبولة؟ ايه جايب انك هذا المكان؟ عمي شوف احسن لك تتكلم ولا تاني بفلق لك راسك. ايش جاي تسوي لي؟ ها مو جاي تسوي، ها خبرني، ولا تاني بخبر عليه في البيت خليه يتكلم وعنك ابوي يتكلم. لا شي معي، اصلا انا طالع ادور شغل وفجأة حصلت نفسي هنا. يا العيار تدور شغل ها؟ المشكلة اني انا ما فاضل لك الحين، وراي اشغال واعمال، ولا بعرفك بدواب. يلا روح سير بيت، يلا سير. بس عمي انت ما قلت لي وايش الاشغال والاعمال اللي وراك؟ سمعت اقول لك سير بيت، اختف ان شاء الله. روح. والله العظيم انا ابوي احسن لي اسير البنك قبل ما اضيع وقتي في الامور هاي الفاضية. ترجمة
على جديد اكيد ما بيني. مرحبا. اصلب عمرك، مالك تتكلم كذا انت؟ ايوه با. هذا الرقم حالينا ود الحالين، ما اقدر انتظر اكثر من كذا. جبت جهاز جديد وحدي هي. اقول لك بانك تدور شغل حال حد من ولاد ربعتي. هي جهني وقصدني، وانت عارف ابوك ما يقدر يرد حد شيء. ان شاء الله با ان شاء الله، بس انا الحين مشغول عشان اخلص الاجراءات مال خدامه حال عمتي. خدامه؟ عمتك بايا خدامة؟ باقول حال الخدامة حال امك هاي مو ما قادرة تشل عمرها البر، سايرة كما البطب وشارب المي. ان شاء الله بيا فوق، ان شاء الله، مع السلامة. الحمد لله ما قال لي ابغى فلوس. لو سمحتي بغيت اسلم شراء الاسهم من شركة جديدة. عفوا يا طيب، انت تشتغل في البورصه؟ نعم تفضل، ايش اقدر اساعدك؟ يعني احنا زملاء في نفس المجال، رجال اعمال يعني مع بعض. عفوا من اسمك الكريم اخوي؟ انا فيصل، تفضل. والنعم يا فيصل، بس اخوي ابغى اسالك شويه بعض الاشياء بخصوص البورصه هاي والاسهم، ممكن؟ انتظرني لحظه لين نخلص بنتكلم. طيب تفضل. باين على هذا الشخص صفا في البورصه، أكيد بيفيدني بكيفية التعامل وشراء الأسهم. بنتظر. يا كيل معلوم كل شيء عربي ياكل. سليمه صدقه والله يوم قالت خمس نجوم. اقول يلا خلنا وراي المطبخ الحين، اريد اشوف عمي ويش بيقول بعد ما انا سويت المهمه. بكبر في عينه ولا ما اكبر؟ عشان طبعها عمتي. خلاص الدنيا ضحكت لك يا صالح، الحين عاد بدخل البورصة بقوة وبكسب الألوف، لا ملايين، وبشتري سيارات وعمارات وبصير من أصحاب رؤوس الأموال. والله انفتحت لك الأبواب يا أبو صلوح، بسك يا صالح من العذاب والشقاء. بسك تعال. صحيح نادية؟ هي نادي بسوي لها مدرسة خاصة حالها، بس خلها ترتاح، وبشتري حالي سيارة من السيارات الطويلة هذيك اللي يستخدموها في الفنادق. اي نعم، مالني انا اقل منه ولا مو؟ ايه ما تبى تزعلنا؟ بس هذه هي السيارة اللي انا ابغيها، فكيف اجيب؟ ابغى لها حنطة لكني بجيب. يا سلام يا سلام. شكرا يا سلام. أول مرة أوصل وحصل الغداء جاهز. مسكين عمي، خليته وما عارف حليله. إيش السالفة؟ إيش اللي صاير؟ شو الوضع؟ ما طبيعي. خير إن شاء الله. بعدين إيش مسوي بعمرك كذا؟ ترى سويتي طحين وحمرة وحالتك حالة، إيش اللي بستوي؟ أنت يا زوجي العزيز، أول تغدى وبعدين بنخبرك. لا، أنا
تو ابغى اعرف ايش اللي مستني الحين. بعدين انت مالك يا بنتي؟ حد مزعلنك؟ ما شيبة، خلي امي تخبرك. ايش اللي مستوي؟ خبروني. نينا. نينا؟ ايش هي بعد نينا؟ اكله ولا دواء؟ بابا يريد شاي، انا في ترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. منين جات هالجنيه بعد؟ مفاجأة عمي، ما صح؟ فاجأتك انا. الحين فهمت. حبيبي زكريا، صوتك يرن في راسي مثل القمح. بس انا زعلان. افا، ايش اللي مزعلنك ميري؟ لما انا سويت تليفون مع ماما وبابا وريد كارد. افا عليش، انا موجود نص ساعة، سير اشتري ليش البطاقة وارسل ليش اياها ولا يهمش. كذاك السالفة، الماشي اللي اروح مركز الشرطة واشوف ايش اللي صاير. خبرتيني انا؟ فانا كنت اريد اكلمك بهذا الموضوع، بس ما كان عندك وقت وكنت غير مهتم فينا. المهم صار اللي صار، وهذا درس حالنا. وانت يا زكريا مره ثانيه ما تصرف شيء من راسك، والحين انا من هين ما اروح لا تكون معي، سمعت؟ اروح معك عمي ان شاء الله. ان شاء الله. بس يوم بس ما بعد بتصل الحين. نعم. باغنك في موضوع مستعجل ومهم، بل أهم من المهم. أم زكريا وين تعبانة؟ باية خدامة. هي مو قلت؟ أنا أبو زكريا بعد يبغى خدامة. ناقصين نحن. أنا أجيب له خدامة عمي، عندي خبرة. مسكتها عمي. والله تم صورة حلوة عليك يا ابو زك. كذا انا من الحين اسمي الاستاذ زكريا. ما شاء الله عمي، متخنر وكل حاجة، انادي المعلم كأنك لابس وبتتزوج على عمتي. والله هلا ابوي، بس اكمل الكلام، هلا تأخرنا ما شاء وقت، يلا اخطب قدام يلا. ايش هالشياكة كلها؟ لحد الحين ما حد عارف وش جالسين تسويوا. ها وين رايحين؟ صح وين رايحين؟ عمي قلت لي البس ما اعرف ايش، بس هين سايرين. ابوي من اليوم ورايح انا بشتغل في البورصه.
وبنصير تو سوق مسقط للأوراق المالية. سوق مسقط للأوراق المالية؟ أعيد شيء سوق مطرح من هين جبت هالسوق عمي؟ أنا لحد الحين ما فاهمة شيء. معقولة ما سامعين بسوق مسقط؟ آه أبوي نحل عاد الحين من اليوم رايح بنصير مرة فوق فوق من أصحاب رؤوس الأموال. أصحاب رؤوس الأموال؟ عمي أنت قلت نحن يعني أنا وأنت صح؟ كده سمحت أنا وأنت صح؟ تقارن نفسك بي أنا؟ خلاص اخطف النبي اخطف سر البورصة وسوق مسقط ايش السالفة؟ ما حد غير سليمة بتفهمني مع اني زعلانة منها بس ما مشكلة الحاجة طالبة. سوق مسقط للأوراق المالية مو يبيعوا هنا عمي؟ ما لا تكلم اسكت ولا تسوي عمرك انك ما فاهم شيء قدام الناس وتفضحنا. خليك برا يعني فاهم. مشي حالك مشي حالك وراي. اتفضل اتفضل عمي اتفضل اتفضل وراي 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 حاول. الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس الدنيا حواليس.